لماذا كريستيانو يتصرف بهذه الطريقه؟ لا هو ما تصرف، هو ايه التصرف؟ هو انت لو ضربت سلم عليه، لا اما تجيب في شخص ثاني ايضا تقدم أوكي. اليه جيب لقطه كره اسكو. نعم، خوفه على الفريق. نعم، مش خوفه على كريستيانو رونالدو، هو خوفه على تواجده انه كان هيساهم هو كلاعب انه يساهم على احراز المكسب. نعم، بالنسبه هات زي اللقطه اللي هو اشار فيها في الدقيقه، في هذه اللقطه مره اخرى للمصافحه، وايضا الشخص الثاني الذي كان يريد ان يتحدث الى كريستيانو، في شخص ثاني ايضا. اوكي، ده ذكاء من زيدان انه امتص غضبه انه راح له. نعم، ده ذكاء. حاجه ثانيه، اللقطه بتاعت اسكو. نعم، الكره الاخيره كابتن، الفرصه هو يمشي في شخص ثاني يريد ان يكلمه. هو ده من نوعيه اللعيبه اللي مش عاوزه تخرج من الملعب يا كابتن لطفي. هو عاوز يساعد الفرقه بطريقه كفريق. اوكي اوكي معاك، هو كل واحد لنا شخصيته، كل لعيب له شخصيه الاعتراض او عدم الخروج، انما هو زي ما بقول لك سلم على المدرب. تعامله بعد الكره بتاعت اسكو، الكره الاخيره في المباراه، اول ما اسكو كره الهيدرز بتاع اسكو وحطها فوق العرض، شوف تصرف رونالدو في الدكه ازاي تفاعل مع الكره. ده انا كمتفرج بتفرج على دي اللقطه، خوفه على الفريق وليس على رونالدو، هو عاوز يساهم باحراز المكسب لريال مدريد. لكن انت قلت ايضا ان المدرب هو المسؤول الاول. طبعا اوكي، مش محتاج ان انا اخرج لعيب عشان ابين ان انا عندي سيطره على الفريق. لا، هو زيدان عنده سيطره، زيدان سيطر على رئيس النادي. نعم، بيريز هو الوحيد اللي عمل صفقات، هو الوحيد اللي عمل تشكيلات ما حدش تدخل في اموره، هو صاحب الكلمه الاولى. انما زي ما بقول، هو عمل توازن للفريق، عاوز يحافظ على المكسب 2-1، وعاوز يامن نوعا ما نص الملعب.